ناخذ استبيان اللي عندنا نوقع نكتبه ان شاء الله. فاذا عندكم اي سؤال في مجال الاعلام ودي اسمع منكم، ودي اشوف وجيه ما تحركت معنا. يا اخي انت مشارك لازم اعطيك صراحه درجات. بس لك حتى لو ما اعطيتك درجات عادي والله الامور طيبه. يا سلام. انا عندي حاجه بعلمك بها دامك يعني تقول في مجال الاعلام في حاجه يعني ما انا دائما اذا طلعت على المسرح سواء مسرحنا او تنتفض رجلي اليمين بالحاله بس اليمين ها تنتفض تنتفض يمكن ابو خمس دقائق كذا يسارات عادي انت جاي في امسيه ولا جاي في شيء بعدين تروح وغادي الوضع عندي عادي ما عندي اي مشكله ولا عندي اي حاجه خلاص يصير وضع عادي ما عندي مشكله بس اول بدايه جميل لازم ممتاز ممتاز طيب بالنسبة لهذا السؤال على فكرة في ناس كثيرين يظنون أن الخوف من مواجهة الجمهور أن العلاقة بشخصيتك وثقتك بنفسك وأنك أنت ضعيف ما لها علاقة وأنا الكلام هذا قلته كثير مرة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما طلع المنبر هو خليفة المسلمين صار ارتج عليه ارتبك ما عرف ايش يقول هو عثمان بن عفان. وفي لو تقرا في قصص الناس اللي ارتج عليهم بالهبل قاده وفرسان سم عمر بن عبد العزيز يوم ولي الخلافه اول ما طلع المنبر سقط بالضبط ثم رفع ثم سقط ثم رفع حتى وقف وقفه مهتزه والقى كلمته هو خليفه المسلمين بالضبط وفرسان وشجعان وغيرها. فدائما لا تحط في ذهنك انه موضوع الارتباك انه يا ولد شكلي خيخه انا لا ما له علاقه ما له علاقه ايوه احيانا حماسك الزايد يدخلك في هذه المنطقه. ولذلك احنا في دوره الظهور الاعلامي لما نقدم الدوره نقدمها على ثلاث مراحل نقول لك ترى في شيء اسمه قبل الظهور واثناء الظهور وبعد الظهور. في مهارات تحتاجها قبل ما تظهر لازم تسويها قبل ما تطلع. يعني انا قبل ما اجيكم انا الان قبل ما اجيكم سويت عده اشياء عرفت. وفي شيء اثناء انا الان واقف معكم قاعد اسوي بعض الشغلات. وفي شيء اذا انتهيت تسويه. اللي يدخل في اللقاء مباشره ممكن الله يوفقه وتمشي اموره وممكن يصير في الحاله هذه. هذه الحاله الانتفاضه هذه احيانا تكون ما قد حصل معك يوم من الايام ودك تضرب واحد ويمسكونك الرجيل وتنتفض. هذا الادرينالين هذا طلع فيك هذا هرمون الادرينالين هذا هرمون في الجسم يطلع وقت الازمات يخليك تروح في مرحله التركيز عندك مليار. فهو لازم يطلع هو يجيك وقت الأزمة ويروح. إذا جاك ما احتجته لازم يطلع. طيب كيف يطلع؟ يطلع من المنطقة الضعيفة في جسمك يا من أصابع يدك يا من أصابع رجلك أضعف منطقة. عشان كذا لما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم العصا. ليش العصا؟ يقول لك عشان إذا جاء هنا المادة هذه الهرمون ذا يتفرغ في الجسم الصلب. لو خدت على ورقة بيّن فيها لأن الورقة ضعيفة زيدك فيبين. لكن لو مسكت جسم صلب يعني لو جيت أنا أتكلم معكم مثلا وتكيت في العمود هذا مثلا وبقوة ضغطت عليه بس أنتم ما تحسون ترى قاعد أفرغه أو عصا جسم يفرغ في الأرض زي الرعد اللي في إيدك أنت هذا زي الرعد لازم يطلع. أنت عندك رجلك هي اللي لاصقة في الأرض فيطلع منها ويبدو رجلك اليمين أضعف من اليسار فهو انطلق فيها مباشرة عرفت. فهنا لازم إيش تسوي قبلها الإحماء. إذا ما سويت إحماء قبل أي لقاء وفرغت المادة هذه ترى بتتفرغ بتتفرغ. إحماء قد يكون باليد قد يكون برياضة سريعة قد يكون بحركة مع إشارات نفسية جميلة خلاص ترى أنت مرتاح ترى مسويها قبل ما يجيكم. يعني هذا شيء عادي يعني. طبيعي جدا أصلا لو ما جاك أنت بعادي لازم يجيك تفضل تقريباً. أنت عندك ميزة أنك تسأل دق بوري تخش على طول كذا وهم مساكين هنا لكني بس بسمعك آخر مرة تفضل. ترى مشكلتي حولي لكن ما فيها لا رجل ولا شيء. اجيك واثق وكيه واموري تمام لكن لا دخلت المسرح قدامي ناس ما ادري ايش اقول. يسالني ما ادري ايش اقول. هو ما يدري يغيب بي احس اني غيب بي ما هو بتوتر لا هو بخوف ولا بس ما ادري وين اروح. انا اروح عالم ثاني اطلع ما ادري وين اروح. وش المشكله؟ نفس المشكله هو ما في تحضير اثناء وقبل وبعد. لما انا اعرف شو بطلع انت عارف بقول لكم شيء مهم جدا وحنا نقوله نقدمه في دورتنا دور اعلامي نقدم المسؤولين. تدري انك انت اذا جلست على كرسي بالشكل هذا انا الان في حوار تلفزيوني
انت تفكر على كيفك التكي كذا وعلى كيفك التكي كذا؟ لا يا حبيبي، مو على كيفك. اذا انت محترف واذا انت انسان بسيط لي على كيفك، خذ راحتك، حط رجل فوق رجل كيفك. لكن اذا انت محترف، هذا علمي مو برايي، هذا راي اعلامي علمي نفسي، متى تكي هنا بالشكل هذا ومتى تكي هنا لها دلاله، ومتى اتكلم واقرب منكم زي ما كنت اسوي قبل شوي اقرب كذا، في تفاصيل ما راح اقولها هنا، بس في تفاصيل، مو هو بالشكل السؤال، في تفاصيل، في محتوى اذا بتقوله لازم تتكي كذا. طيب لو كنت واقف لازم اتكي كذا، شوف ده حرجي بس، لو في وفي محتوى اعطيها يسار، ولو كنت على المسرح انتم عندكم مخرج مسرحي اتوقع انه بيكلمكم عن حركه على المسرح، ممتاز، انه كيف تكون متى تروح ايش النص، يعني المخرج الان ايش فايدته؟ عندي واحد كتب مسرحيه يدخل هارون الرشيد ثم يقابل الحاجب فيقول ايها الخليفه، اذا انا كاتب مسرحيه ايش فايده المخرج؟ المخرج اهم من الكاتب، لان المخرج يقول لك انت تتحرك اذا الخليفه في المنطقه هذه، ليش هنا؟ لانه هذه منطقه عاطفيه، طيب منطقه هذه منطقه غدر مثلا، مو لازم كذا، هذه منطقه سطوه، هذه منطقه ضعف وانكسار، هذه منطقه تودد، هذه منطقه قوه، المخرج يعرف المنطقه هذه. لكن لو كنت على بوديوم على منبر ايضا اتكي بين يسار او اضغط على قدام وارجع، فهذه تدرس تدرس. اللي عنده الاذان من هو؟ من اللي عنده الاذان؟ يلا، من اللي عنده الاذان؟ المصلى. ايه الاذان عند من؟ عندي. اللي بياذن يروح ياذن في المصلى، احنا بنكمل. طيب اللي بياذن ياذن في المصلى، تفضل. اخر سؤال معلش. دائما اشوف في نقاش بين صانع المحتوى والمشهور والاعلامي، انه مين الاعلامي فيهم؟ المشهور يقول انا اعلامي، والشخص اللي يعمل في صحيفه ولا في قناه يقول انا اعلامي، هل هم كلهم اعلاميين فعلا؟ انت هذا السؤال جدلي بيزنطي كبير جدا، عرفته؟ لكن انا ارجع اقول الاعلامي يعني في ناس درسوا اعلام في الجامعه، تخلص اعلام وراح رجعت وظف سكرتاريه، هل نقدر نقول عنها اعلامي؟ لا. لا. طيب في واحد مدرس اعلام ومذيع في القناه الفلانيه وشغال فيها من 10 سنوات، نقول عنه اعلامي؟ مع انه تخصصه كان مثلا اداره اعمال. الاعلام هو حرفه. إذا أنت تمارس الإعلام وبشكل هو حرفتك ومهنتك ومحترف فيه وعندك شغف فيه، أنت إعلامي، سواء كنت صانع محتوى أو كنت مشهور وعندك رسالة وعندك جمهور وعندك تأثير أو كنت حتى مذيع. لكن أيضا مهم جدا يكون عندك علم، وأنا أقصد بالعلم إما شهادة جامعية أو دورات أكاديمية مكثفة أو ممارسات عن طريق خبراء وتقييم، يعني عرفتوا. طيب ناخذ آخر سؤال، بس أنا ودي بوجه، تفضل. وش مفهوم الإعلام؟ السلام. الإعلام كمفهوم هو إيصال رسالة. الإعلام مكون من شغلات زي الاتصال. الاتصال عبارة عن مرسل ومستقبل ورسالة محتوى وتغذية راجعة ووسيلة نقل. وش الوسيلة؟ وش الوسيلة بتوصلها؟ الإعلام هو يشمل الإعلامي والمحتوى والمنصة، سواء كانت منصة تلفزيونية أو إذاعية أو حتى رقمية، زائد الجمهور، الجمهور اللي هم مستقبلين، زايد التغذية الراجعة الأثر اللي صار عليهم. هذا هو الإعلام كمفهوم كبير جدا. ذلك الإعلام هو مفهوم كبير جدا، ما هو بأي واحد يقدر يمارس الإعلام. يعني ما أقدر أقول والله مثلا أبوي عنده سناب صار إعلامي، لا ما بصحيح بعد. وش رسالته؟ وش محتواه؟ وش جمهوره؟ إيه إيه. والإعلام، الإعلام بالنسبة لنا هو رسالة، هو عمل، هو أداء، هو أثر، هو إنجاز، هو محتوى، هو قيمة، هو ممارسة، هو مشاركة، هو قراءة، هو اطلاع، هو بحث، هو دراسات. ما بي واحد بس يجي يقول أنا إعلامي بسهولة، لا. لك ما تقدر تقول أنا طبيب عشان والله أنت عرفت أن فلان مصدع أنه عنده انخفاض في الضغط، خلاص الطبيب مرة لقحت معك، بس مو كل مرة تمشي معك، عرفت؟ طيب أنا عشان الوقت أنا ودي بس لو كرمتوا، طيب أنا بوزع 170 نقطة كذا اليوم، بس المرة الجاية